السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. ان شاء الله راح نديرو لي سوفلي بعجينة قطنية خفيفة، بزاف خفيفة. هاد العجينة من احسن الوصفات اللي جربتهم، تجي هايلة. انا نعتمدها كامل في المملحات تاوعي. راح نخليكم مع الصور. نبداو بسم الله. عندي كاس حليب دافي، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. مغرف كبيرة سكر عادي، مغرف كبيرة خميرة الخبز، ربع كاس تاع الزيت، زيت المائدة، نفس الكاس اللي يرفد 240 مليلتر، بياض بيضة. ولا هنا بالنسبه للصفار راح نديروه من الفوق، نخلوه ندهنوا به لاباط تاعنا. وعندي مغرف صغيره معمره مليح ملح. ولا هنا نضيف الكاس تاع الحليب، نضيف عليهم مغرف كبيره خميره الخبز، مغرف كبيره سكر عادي، ونحركوا هاد المكونات حتى ينسجموا معانا. نضيف عليهم ربع كاس تاع الزيت، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. نزيدو نحركو كامل كيف كيف، وراح نزيد نضيف عليهم مغرف صغيره معمره مليح تاع الملح. وبالنسبه للملح يقعد على حسب الذوق. نحركو كامل كيف كيف، وراح نبداو نضيفو في الفارينه. نضيف كاس الاول تاع الفارينه. بالنسبة للكاس اللي هنا نفس الكاس اللي كيلنا به الحليب والزيت، الكاس تاع 240 مليلتر. راح نزيد نضيف الكاس الثاني اللي هنا. شوفوا الكاس لازم يكون ممسوح. وبالنسبة للكاس الثالث راح نعمره ونبدا نضيف غير بشوية. هكا نضيف ونشوف. اللي هنا ساي ما حش نزيد الفارينة، نزيد هكذا ندلكها غير شوية. بالنسبة للقوام تاعها خلوها تلاصق، لازم هكذا تكون تلصق في اليد هكذا باش تجيكم لاباط خفيفة كما راكو تشوفوا. بالنسبة للكاس الثالث شوفوا شحال قعد لي منه، قعد لي منه ربع كاس، يعني لهنا انايا ادت لي زوج كيسان وكاس غير ربع. نخليها تخمر حتى يتضاعف حجمها، لو طون راح نوجدوا لاصوص ولا الحشو. لهنا للحشو واش راح نسحقوا فيه. عندي كميه من اللحم المفروم، انا لهنا كان عندي شويه لحم من الفخد رحيته. عندي لهنا حبه بصل صغيره هكا سكرفشتها، حبه طماطيش صغيره سكرفشتها، مغرف صغيره تاع الملح، نص مغرف فلفل كحل، ومغرف صغيره معمره مليح طماطم مصبره. ولهنا بالنسبه للفرماج، انا يا من الاحسن ديروا فرماج تاع الحبه عادي كيما لهنا. انا كانت عندي غير حبه، عوضوا بالفرماج غابي. راح نضيف حوالي 5 مغارف تاع الزيت، 5 مغارف كبار تاع الزيت. نضيف عليهم هذيك الحبه تاع البصل اللي كنت سكرفشتها هكذا، ونخليها تتقلى مليح. ما تقلات لي هذيك الحبه تاع البصل، نجول لهنا نضيف اللحم المفروم تاعي هكذا، ونحلو كامل في المقله.
نجول لهنا نضيفوا توابل، مغرف صغيرة تاع الملح، نص مغرف تاع فلفل كحل، ومغرف صغيرة معمرة مليح طماطم مصبرة. هكذا وندخل كامل هذوك المكونات في لافيون داشي. كما قلت لكم اذا حبيتوا الماكله تاعكم تجي بنينه قليوا مليح المكونات، سوختو البصل. بعد ما تقلى لي هذاك لافيون داشي مليح، نجي لهنا نضيف طماطيش اللي هي حبه صغيره هكذا، ونخليها حتى تذوب كامل. لهنا ساي راهي لافيون داشي تاعي ذابت، وهذيك طماطيش ذابت كامل. في هذه المرحله نجي لهنا نضيف الفرماج ديالي. انا لهنا الفرماج راح نضيفه لهنا في العصاص، راح يطلق بنا هايله. كما قلت لكم راح نضيف الفرماج ديالي في هذه المرحله، نخليه يذوب. ولهنا من الاحسن ضيفوا فرماج عادي، راح يطلق لكم بنا خير من هذا غابي. هايدا نتمنى منكم تجربوا هالطريقه، راح تعجبكم بزاف، راح يجي بزاف بنين. كي نشوف هذاك الفخوماج كامل داب راح نطفي عليها. وهذه هي لاباط تاعنا بعد ما خملت، نجيها كنهبط لها كامل هذيك الخميره. ولهنا رشيت طاوله العمل بشويه تاع الفرينه. الا هنا ندير العجين تاعي على شكل حربوش هكذا، ونبدا نقطع في الحبات دياولي. انا نفضل هالطريقه خير من طريقه اللي نكسلوا العجينه كامل ونبداو نطبعوا في الحبات. هكذا راح تكملوهم تمتم وما يعيوكمش. هكذا نقسم العجينه مع الاولى على زوج، ومن بعد نقسمها على اربعه، وكل وحده راح نقسمها على ثلاثه. هكا راح نحكم كل وحده نقسمها على ثلاثه، يعني لهنا انا عدد الحبات راح يجوني 12 حبه. هكا ونجي نشكل الحبات دياولي. هالطريقه سهله بزاف وتكملوها بالخف. هادو هما الحبات دياولي بعد ما كملت كامل شكلتهم. وراح نجي لهنا نحط الحشو ديالي. ولهنا ملاحظه، الحشو ديالكم حطوه في الوسط، ما تلحقوش الاطراف باسكو اذا خرجت شويه لاصوص الحبه ديالكم تاع السوفلي راح تتفتح. هكذا ونجي نقلبها. هاي العمليه سهله، وكي ديروا الماء ما تخافوش ما راحش تحل معاكم. هكذا ونزيد ندير لها هكذا بالفرشيطه هكا باش نضمنوا باللي ما يتحلوش. وهذا هو الشكل تاعها. وراح نحطها في هاد البلاطو راح يدخل الفوق. انا لهنا كنت فرشت له بابي كويسون. راح نزيد نخدم معاكم حبه واحده اخرى هكا باش تشوفوا الطريقه كيفاش.
ولا هنا هادو هما لي سوفلي تاوعي بعد ما كملت شكلتهم. عندي لهنا صفار حبة بيض، ضفت لها شوية خل هكذا باش تروح ريحة تاع البيض، ونجي لهنا ندهن لي سوفلي تاوعي كامل من الفوق. ونجي لهنا نضيف من الفوق شوية تاع السانوج، انتو ما ديروا واش حبيتو، جلجلان تقدروا تخلوهم حتى هكا. في هذه المرحلة نكون شعلت الفوق على درجة حرارة 180 درجة، نخليهم يخمروا. بعد ما خمروا لي راح ندخلهم يطيبوا من التحت كما قلت لكم على درجة حرارة 180 درجة. كي تشوفوهم حمروا من التحت اشعلوا لهم من الفوق. مدة الطهي راح تكون من 10 دقائق حتى ربع ساعة. وهادو هما لي سوفلي دياولي بعد ما طابوا، لهنا مازالهم سخونين. شوفوا لهنا شحال خفاف، جو بزاف خفاف. النهائي تاع لي سوفلي جاو بزاف هايلين، جاو خفاف. ولا هنا راح نفتح معاكم حبه هكذا باش تشوفوا كيفاش جات، جاو بزاف شابين. شوفوا لهنا كيفاش راهم يتفتحوا معايا بكل سهوله. لاباط جات بزاف خفيفه، ما من الحشو جا هايل. نتمنى منكم تجربوه. وفي الاخير اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا لي جام كومونتير، تبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم، وتشتركوا في القناه حتى يصلكم كل جديد. سلام.